في مؤشر لزيادة حجم المعارضة لحكومة نتنياهو، رفض طيارون في جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء تدريبات عسكرية، وذلك احتجاجا على خطة التعديلات القضائية. للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الناصرة سهيل الدياب المختص بالشؤون الإسرائيلية. أستاذ سهيل أهلا بك. بداية، تعتقد أن كرة الثلج هذه المعارضة لتوجهات الإصلاح القضائي بين قوسين تكبر لتمتد للمؤسسة العسكرية وتبرز وتنبه لمخاطر ذلك؟ هذا صحيح، والمشهد مرشح بالتصعيد أكثر وأكثر. قبل أقل من ساعة نشر استطلاع للرأي العام حول رأي الإسرائيليين بإمكانية إذا كان هناك انتخابات برلمانية جديدة، تمخض على أن نتنياهو سيخسر خمسة هو والمتحالفين معه أكثر من ثمانية مقاعد من المقاعد الحاليين، وينزل من 64 إلى 56، وهذا يزيد من النقاش الداخلي بداخل المجتمع الإسرائيلي. الوصول هذه الأزمة العميقة إلى أوساط النخب بداخل الجيش الإسرائيلي هو أمر ليس له سابقة، ويعتبر بوسائل الإعلام الإسرائيلية والمختصين والباحثين بأنه العلامات الأبرز في تعمق هذه الأزمة، وخاصة وأن الجيش لطالما كان البقرة المقدسة والخط الأحمر الموحد لجميع المواطنين في إسرائيل، أصبح الآن تحت النقاش، وأصبح الآن هناك شبه عصيان بعدد من نخب الجيش، ليس فقط بالطيران، وإنما أيضا في ما يسمى وحدات السايبر الإسرائيلية، ووحدات ما يسمى الاحتياطي في إسرائيل. وكل هذه النخب ليس فقط تهدد بأنها لن تساهم بأي نشاط قريب، وإنما هي تقول أنها ليست آمنة عندما تقوم بعمليات عسكرية أو عمليات أمنية إسرائيلية، غير آمنة لمستقبل أولادهم وأحفادهم. فلذلك المشهد متصاعد، والأزمة تتعمق وتصل إلى محافل لطالما كانت إجماع في المجتمع الإسرائيلي أصبحت اليوم تحت النقاش. طيب، طالما أن هذا الأمر بات تحت النقاش ويمتد إلى المؤسسة الأمنية ويثير ذلك النقاش الحاد، حكومة بنيامين نتنياهو ألا تلتقط كل هذه العلامات، كل هذه التحذيرات، وبالتالي في هذه المرحلة تستطيع أن تتخلى عن هذه التوجهات القضائية، أم أن ربما بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة طالما أنه مستفيد من هذه الإصلاحات إن تمت، فبالتالي لن يلتفت إلى كل هذه الأصوات؟ في حقيقتين علينا أن نعرفهن. الحقيقة الأولى وأن هناك ثلاثة أطراف موجودة في داخل هذه الحكومة اليمينية الاستيطانية. هناك طرف نتنياهو وأوساط جدية من الليكود، وما يهمها هو أمرين: أن يبقوا بالحكم أولا، وثانيا أن يفلت نتنياهو من ملفات الفساد التي تواجهه. الطرف الثاني هو ما يسمى أصحاب أفكار أرض إسرائيل الكبرى، وسموتريتش وبن غفير وآخرين، وكل همهم هو الإجهاز على القضية الفلسطينية، إنهاء وحسم الصراع مع الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. الطرف الثالث هو الطرف المتدين الكلاسيكي، يهدوتها تورا وشاس، وكل ما يريدونه أمرين: الميزانيات ومزيد من الميزانيات أولا،
وبعض التفاصيل والقوانين المتعلقة في إدخال الشريعة اليهودية في حياة الدولة عامة. ثلاثة أطراف هذه تتصارع، وكل يعتمد على الآخر بقضاياه المختلفة، والكل يتنازل للآخر بقضايا أخرى. والحقيقة الثانية أن لا مجال لأي بديل لمثل هذه الحكومة ولهؤلاء الحلفاء. كل طرف يعرف أن إذا فيش مثل هاي الحكومة وهذا الائتلاف هم سيفقدون السلطة نهائيا. فلذلك أمام هاتين الحقيقتين فيعمل نتنياهو. نتنياهو بأضعف حالاته مبتز حتى النهاية. كان هناك استطلاع قبل ساعة ونصف حول مدى رؤية جودة عمل نتنياهو في الحكومة. الغالبية الساحقة يضعون يعني 56% من المجتمع الإسرائيلي يضع المسؤولية على نتنياهو في الأوضاع التي آلت إليها البلاد، ونفس النسبة ترى أن من عليه أن يقوم أشكرك. بخطوة لإيقاف هذا الأمر هو نتنياهو. أنا أشكرك من الناصرة الأستاذ سهيل الدياب المختص بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.